بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أولا أنا جد مسرور للحضور في هذه والمساهمة في هذه اللجنة التي أحدثت من أجل مكافحة ظاهرة العنف ضد النساء. هي هذا الاجتماع هو اجتماع تنصيبي لهذه اللجنة وإعطاء الخطوط العريضة للترسانة القانونية التي صدرت مؤخرا في هذا الصدد، وكذلك لإعداد برنامج مستقبلي لهذه اللجنة. أظن أن جميع الإمكانيات مرصودة، وجميع القطاعات الآن هي مستعدة للانخراط في هذه العملية التي بطبيعة الحال هي عملية على الصعيد الوطني، وكذلك انطلقت الآن على صعيد إقليم خريبكا وعلى صعيد دائرة محكمة الاستئناف. وستكون هذه اللجنة حاضرة بقوة إن شاء الله، وهناك برنامج عمل غني تم الإعلان عن خطوطه العريضة، وجميع القطاعات مستعدة للانخراط في هذه العملية. تحية طيبة للإعلاميين، وتشكركم على الحضور ديالكم وقبول الدعوة للحضور هذا اللقاء اللي كان هو في إطار اجتماع من أجل تنصيب أعضاء اللجنة الجهوية للتكافؤ بنساء ضحايا العنف على مستوى الدائرة القضائية لهذه المحكمة. كما تتعرفوا بأنه وراء قانون محاربة العنف ضد النساء 113/103 الصادر بتاريخ 22/2018 دخل حيز التنفيذ بتاريخ 13/9/2018 بعد النشر ديالو في الجريدة الرسمية. هذا القانون كما تتعلموا بأنه جاء مسجدات جديدة، لأهم ديالها هي إعطاء وضع إطار قانوني ينظم عمل ديال خلايا التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف من خلال مؤسسة آليات التكفل بالنساء ضحايا العنف، بإحداث خلايا ولجان مشتركة بين القطاعات للتكفل بالنساء ضحايا العنف. كما تتعلموا بأنه راه قبل كنا تنشتغلوا في إطار دوريات ومناشر صادرة عن السيد وزير العدل، لأنه كان هذا مجهود ديال وزارة العدل سابقا من السيد وزير العدل بواحد المنشور ديالو في سنة 2010 بإحداث هاد اللجان بصفة يعني إدارية من طرف السيد الوزير، اللي المهم ديالها هي تتبع المشاكل والعنف ضد النساء والتنسيق بين مختلف القطاعات من أجل محاربة هاد الظاهرة. هاد التجربة اللي تبتات النجاح ديالها هي اللي حدات بالمشرع ليوضع لها إطار قانوني خاص ويجعلها مؤسسة ولجنة قائمة بذاتها، ونص عليها بصفة قانونية في المادة 14 من قانون محاربة النساء 13/103. وكما تتعرفوا بأنه كاين دورية صادرة عند السيد الوكيل العام السيد رئيس النيابة العامة بتاريخ 28/6/2018. هاد الدورية هدفت إلى أجل تفعيل هذا القانون، والسيد رئيس النيابة العامة أعطى تعليماته بأنه باش تفعل دور هاد اللجان على صعيد دائرة الاستئناف ديال جميع المملكة، وباش هاد اللجنة نعقد بصفة نظامية وقانونية مرتين حسب وفق ما يسع عليه القانون، اللي هي بأنه مرتين على الأقل في السنة وبدعوة من الرئيس ديالها، وبأنها ولات عندها إطار قانوني وتنظيمي تنظم الاجتماعات ديالها، تنظم كيفاش العمل ديالها. وهي تنبثق عليها هي كاين باش الجديد اللي كاين في هذا القانون هي ما من غير الخلايا كاينه لجان، كاينه دولة الثبات لجنة وطنية، وكاينه لجنة جهوية، وكاينه لجنة محلية. اللجنة الجهوية تقوم بالتنسيق فقط، الدور ديالها هو التنسيق وضع سياسة. الرئيس ديالها هو السيد الوكيل العام وعبد ربي إما السيد الوكيل العام الذي كلفني شخصيا برئاسة النيابة العامة برئاسة الخلية. بالنسبة للمهام ديال هاد اللجنة، خاصة الدور ديالها حصر المشرع في إعداد خطط عمل جهوي في إطار الاختصاص من كلها، ضمان التواصل لأن هي الدور ديال التواصل والتنسيق بين اللجان المحلية اللي هي اللجنة المحلية ديال محكمة ابتدائية بخريبكا، اللجنة المحلية ديال وادزم، واللجنة المحلية ديال أبيجان، وباقي القطاعات. ترصد
التواصل التنسيق مع فعاليه المجتمع المدني يعني في هذا المجال، والعمل على التوحيد كيف الشغل الداخليه كامله لهذه المحاكم، تنحاولوا نلقاو واحد العمل موحد من خلال عمل نموذجي بما يكفل تجانس تكامل الخدمات على مستوى الدائره القضائيه التابعه لنفوذ هذه المحكمه، وتنرصدوا جميع الاكراهات والمعيقات اللي تتعرض لها النساء ضحايا العنف داخل الدائره القضائيه، التقارير اللي تترفع عليها اللجنه المحليه ترصدوها وتنشوفوا المعيقات ونوضعوا واحد السياسه لي باش نطوقوا هذه الظاهره، وفي نفس الوقت خاصنا ملزمين حنا بالقانون باش نديروا تقرير ونصيفطوه للجنه الوطنيه. تقرير يضم جميع استراتيجيه المتبعه داخل الدائره القضائيه التابعه لنفوذ المحكمه من اجل رصد هاد الاكراهات ورصد هاد المعيقات ورصد الجرائم وجميع هاد الشوائب الاجراميه اللي تتعرض لها المراه، وتنوضعوا احصائيات وتنوضعوا واحد الدراسه وتخصنا نصيفطوها للجنه الوطنيه ملزمين بها باش نوضعوا التقرير. بالنسبه كما تعرفوا بانه راه المغرب بعد الانخراط ديالو من الدستور 2011 راه نهج واحد السياسه، المغرب نهج واحد السياسه جنائيه راه تحمي المراه ذات وكل اشكال التمييز اللي تتكون سواء المراه سواء الطفل، وهذا الشيء تيتجلى من خلال مؤخرا ترسانه قانونيه اللي صدرت مؤخرا. هذه الترسانه القانونيه راه حديثا اللي ولات فيها هذا السب قانون مكافحه التجاره البشر 27/14 هذا دخل حيز التنفيذ شهر شتنبر 2016. كاين القانون ديال رقم 19/12 اللي بقى حديث عهد لانه هو خدر لانه دخل حيز التنفيذ في 2/10/2018 بالنسبه للعاملات وخدام المنازل، وقانون ديال هاد 103/2013 حنا اليوم الاجتماعي اللي كان عندنا هو كان الغايه ديالو منه هو تنصيب في اطار كما قلت لكم المقتضيات القانونيه وفي اطار المنشور الدولي الصادر عن السيد رئيس النيابه العامه، وفي نفس الوقت نوضعوا كما لاحظتوا بان السيد الوكيل العام دعا الى وضع خطط اللي كفيله بالحاجيات، يعني نشوفوا الواقع الحاجيات والمتطلبات المحليه والجهويه الدائره الاستنافيه، رصد جميع الاكراهات والمعيقات والصعوبات التي يطرحها التكفل بنساء ضحايا العنف وايجاد حدود مناسبه لها في حدود امكانيات ومسؤوليه كل قطاع محلي او جهوي. تابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس.